بفكركم انه في 100,000 جنيه اللي حتاخدوها في اخر الحلقه، استنونا بعد الفاصل وكونوا معنا باغلب السقف. مع باسل خياط واحمد السقا، وبسرعه هشرح لكم القوانين. مبسوطين على البسكليتات؟ تمام كثير. ايام الطفوله اوكي طبعا. القوانين: كلمه سابق هيركب عجله هيوصل بيها لخط النهايه، اللي هيوصل الاول هيبقى هو الخسران، وده الجديد في برنامج اغلب السقا، يعني اللي هيمشي ببطء وبالراحه ويوصل الاخر هو اللي هيكسب. المتسابق اللي رجله هتلبس الارض هيبقى خسران. هنكرر التحدي 4 مرات، كل مره بنقطه، واللي هيجيب عدد نقط اكتر هيكسب. هتبداوا لما تسمعوا الصفاره. حسعيد احمد، حسعيد باسل، ليتس جو. يا وقع احمد، خسر نقطه. نكمل اوكي خلاص. لا صار نرجع من الاول. يلا المحاولة الثانية لنجومنا. يلا whenever you're ready. ready جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين، يلا بينا. يلا تفضلوا. برافو برافو برافو. اوه احمد اتس اوكي، مش مشكل. المحاولة الثالثة لأحمد ولباسل من محاولتين. سقى الرحلة دي مهمة جدا بالنسبة لك. لأن يعني ما ينفعش نخسرها. أوكي ولو خسرتها عادي حبيبي. جاهزين؟ تفضلوا. بسم الله. يلا أحمد. هيك بيكسب باسل خياط بلعبة البسكليتة. يعطيكم ألف عافية، كلنا بنحب العجل، ولكن في برنامج أغلب السقا حبيت كثير. بيبي تفضلوا بليز. يعطيكم ألف عافية، مبروك باسل النقطة. وهيك رجعنا لكم ذكريات الطفولة. طبعا هي المبدأ إنك تمشي على مهلك، دي مبدأ صعب كثير، بيحتاج توازن كثير. حنشوف العلامات مع بعضنا على الشاشة. وللجمهور تفضلوا، باسل خياط كان عنده 6 نقط بعد فوزه بهيدي اللعبة.